وللحديث أكثر عن جريمة الإخفاء القسري في العراق بعد تزايدها في الآونة الأخيرة والكشف عن بعض الحالات من إخفاء المدنيين فيها، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم أحييكم السلام. مشاهديكم الكرام. أهلا بكم دكتورة. نشرتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مقطع مصور يكشف أحد المعتقلات السرية التي تتخذها الميليشيات لاعتقال وإخفاء هؤلاء المعتقلين. كيف يصنف احتجاز مدنيين في أماكن غير معدة بالأساس لذلك في كل من القانون الجنائي المحلي والقانون الدولي الإنساني؟ كما لاحظتم في المقطع المصور الذي تم نشره على موقع المركز العراقي لتوثيق الحرب، فإن هؤلاء المحتجزون قد تم تجميعهم في أماكن غير مميزة، وهذا يعني أن هذه الأماكن كما ترون هي عبارة عن بيوت، وهي غير مناطق، هي غير قانونية للاحتجاز، فهي غير معروفة الموقع، من المشرف على هذه المواقع، هل هي الدولة، هل هي ميليشيات؟ والحقيقة في الموقع في المقطع هناك الميليشيات هي التي تسيطر على هذا المكان، إضافة إلى ذلك المعاملة التي يتلقاها المحتجزون في هذه الأماكن غير معلومة إلى أي مدى هناك اتباع للقواعد الإنسانية في التعامل معهم، إضافة إلى هذا فإن التواصل مع هؤلاء المحتجزون غير ممكن بل من المستحيل، فلا تواصل مع أهليهم أو مع أي ممثل قانوني إليهم، إضافة إلى أن يعني كيف تم احتجاز هؤلاء، ما هي الذريعة، كل هذا يؤكد أن هذه هي إخفاء قسري للمواطنين المدنيين الذين لا ذنب لهم، إضافة إلى ذلك فإن هذه في القانون الدولي والإنساني هي جريمة عاقب عليها كل من القانون المحلي والقانون الدولي الإنساني، ونصت عليها اتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري. نعم دكتورة، ما مسؤولية الدولة عن حماية المدنيين من بطش تلك الميليشيات؟ هي كما هو معروف في كل دول العالم، في أي دولة تعتبر نفسها وطنية فهي المسؤولة الأول والأخير عن يعني حماية المدنيين من أي عملية إخفاء قسري قد تحدث لهم، وهذا طبعا يعني مرتبط بإجراءات معينة تتخذها الدولة، وليست هو مجرد حبر على ورق وكلام على الإعلام. يعني توفير الحماية المدنيين هو أولا أن يتم أولا الكشف ومحاولة العثور على كل من تم يعني اشتكى أهله من أنه قد اختفى بدون ذراع ولا يعرفون أين هي الجهة التي اختطفتهم، إضافة إلى ذلك البطش بيد من حديد على كل من يرتكب مثل هذه الجريمة الشنيعة من أجل الحد منها، ويعني إضافة إلى ذلك يعني على الأقل أن تقوم الحكومة بتقديم كشوفات وبيانات بجميع الأشخاص الذين يعني اشتكى أهلهم وذويهم من أنهم تعرضوا للإخفاء القسري. نعم دكتورة، يعني كيف يمكن استثمار مثل هذه الفيديوهات والتقارير التي ترصدونها أنتم وغيركم من المؤسسات المعنية بذلك؟ يعني في الحقيقة هذه مثل هذه التقارير يعني هذه تعتبر وثيقة، خاصة وأن الأشخاص المعروضون يعني الذين ظهروا في الفيديو هم أشخاص يعني مدنيون معروفون لدى ذويهم، أي بالإمكان أن يتعرف عليهم ذويهم بكل سهولة وأن يثبتوا هل هم يعني مختفون أم غير مختفون، هل يعلم ذويهم بأنهم يعني لديهم أي تواصل معهم إذا كانوا مختفون، إضافة إلى ذلك فإن الجهات التي اختطفت هؤلاء واضحة أيضا في المركز وهي تخاطب مثل بالخطاب الذي شاهدناه مع هؤلاء، وحتى قاموا بأخذ يعني صور تذكارية لهم يعني كأنها هي احتفالية يحتفلون بها، مثل هذه الفيديوهات هذه وثيقة تعتبر ويتم تقديمها إلى الجهات المعنية، طبعا الحكومة هي الأول معني الأول والأخير والتي يجب أن تقوم بنفسها بمتابعة هذا الموضوع والكشف عن كل ملابسات التي حول هذا الفيديو وغيره من المقاطع المصورة. أما إذا لم يكن هناك أي اهتمام بالنسبة للدولة
الدولة بالنسبة لهذه المواضيع، وهي طبعا لحد الآن لا يوجد لديها أي اهتمام بهذا الموضوع. فهناك المجتمع الدولي الذي أيضا معني بمثل هذه الجريمة البشعة، خاصة وأن المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية تؤكد على احترام حقوق الإنسان أولا وأخيرا. نعم، لا تزال المناطق كما تعرفين التي شهدت عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة تعاني من عدم قدرة الأهالي العودة إليها. إلى أي مدى يمكن ربط جريمة الإخفاء القسري بعدم قدرة الأهالي على العودة إلى مدنهم؟ نعم، بالتأكيد يعني الإخفاء القسري لأشخاص معينين كان يستعمل كتهديد لأهالي هؤلاء وذوي هؤلاء المختطفين من أجل أن لا يعودوا إلى ديارهم، خاصة وأنهم يعلمون سوف يتعرضوا إلى نفس المصير. المعروف الآن أن الميليشيات هي التي تسيطر على المناطق التي تم استعادتها بعد العمليات العسكرية كما يدعون ضد ما يسمى الإرهاب. وهذه المناطق لحد الآن الكثير منها مدن يعني وقرى خاوية تم تهجير أهلها بصورة تامة وممنوعون من العودة بأوامر هذه الميليشيات المعروفة بولائها لإيران. إذا يعني هذه الميليشيات بالتأكيد هي التي قامت باختطاف هؤلاء، والا من يستطيع ان يعني ان يقوم بهذه العمليه غير الميليشيات، خاصه والمعروف ان هؤلاء هذه المناطق لا تحمل اي سلاح وجميعهم مدنيون مسالمون. نعم. من لندن مستشاره المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتوره فاطمه العاني، شكرا جزيلا لك.